اهلا بكل مشاهدي اليوم السابع. نحن الان في مدينه كتاي البارود بالبحيره للاحتفال بيوم الشهيد. طبعا يوم الشهيد ذكرى عزيزه علينا كلنا، ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رحمه الله عام 69، يعني ايام وابان حرب الاستنزاف. كل يوم بيعدي على الشهداء الناس كلها بتفتكرهم بالرحمه، لان هم دولت الابطال الحقيقيين اللي بيدافعوا عن البلد وبيدافعوا عن مصر بشكل حقيقي. طبعا النهارده يعني احتفال خاص من امام مقابر الشهيد رامي حسنين. رامي حسنين بطل الصاعقه الذي استشهد عام 2016 في مواجهه مع الجماعات الارهابيه. رامي حسنين هو المعلم للشهيد احمد المنسي الملقب بالاسطوره. زي ما انتم شايفين حضراتكم قبر عائله حسنين بمركز ايتاي البارود بالبحيره. وهناك العديد من اسره الشهيد رامي حسنين يحتفلون بشكل خاص امام مقبره الشهيد بمسقط راسه بمركز ايتاي البارود. يقرؤون الفاتحة على روح الطاهرة. رحم الله الشهيد رامي حسنين. طبعا يعني شقيق الشهيد رامي حسنين، اهلا بحضرتك. اهلا رب نفسك. حسنين محمد حسنين، الشقيق رامي الشهيد رامي حسنين الله يرحمه، اللي هو سنه 29/10/2016 كان قائد كتيبه 103 الصاعقه. اهلا وسهلا. يعني نقول طبعا روحه الطاهره موجوده، والشهيد رامي حسنين رمز من رموز مصر كلها وبشكل خاص البحيره. يعني طبعا معروف عنه صفاته النبيله ويعني جسارته في الدفاع عن الحق. يعني حضرتك يعني لو توجه لنا رساله بمناسبه يوم الشهيد. لو هنوجه رساله هنوجهها لرامي بس وكل اخواتي من الشهداء، لان هم اصبحوا اخوه للشعب المصري كله، مش ليا لوحدي. ورامي اصبح اخ للشعب المصري كله، لانه اصبح قدوه لكل شاب وطني، كل شاب محترم. بنقول لهم وحشتونا، ورغم غيابكم لانكم مقصرين فينا حتى وانتم ما انتوش موجودين معانا. افعالكم وبطولاتكم اثرت في الشعب المصري كله، انتم قدوه يحتذى بيها. ربنا يرحمكم، ربنا يتقبل منكم، واحنا عايشين على السيره الطيبه ليك يا رامي. كل يوم بنسمع قصص جديدة، كل يوم بنسمع حكاوي عن بطولاتك وعن رجولتك، حكاوي كتيرة جدا ما كناش بنعرفها قبل استشهادك. كل اللي عرفك وكل تعاشر معاك بيحكي عنك روايات وحكايات عن الرجولة وعن البتاع. كل زمايلك بيطلقوا عليك قلب الأسد، كل زمايلك بيقولوا إن مفيش تحدي كنت بتخشه مع أي حد إلا وتكسبه. فالله يرحمك، أنت كنت مثال مشرف وأنت عايش، ومثال وقدوه تشرف وانت ميت ومستشهد ان شاء الله رحمه الله. يعني حضرتك استاذ حسنين، طبعا يعني انت متعود اللي كل سنه بتيجي هنا في يوم الشهيد زي ما انت قلت لي قبل اللايف، يعني ده يعني بيأثر في الاسره، فكره يعني التواصل، فكره التذكره، فكره اللي الناس خاصه اطفالك واولادك ويعني يعرفهم يعني الشهيد وحق الشهيد علينا. هو انا يعني هو مش كل سنه بس، احنا تقريبا كل يوم جمعه ده لازم بعد صلاه الجمعه ده رسمي، لازم كلنا بنطلع هنا نقرا له الفاتحه ونزوره، لان احنا حاسين بيه عايش وسطنا. حاسين بيه عايش وسطنا، مش السوشيال. هو غايب جسدا لكن روحه وقلبه موجود معانا. يعني ما زلتم يعني بهذا الطقس من 2016 لحد النهارده. كل يوم جمعه الاسره بالكامل، انا واولادي بنطلع من المسجد نيجي على هنا، اخواتي البنات بيجيبوا اولادهم ويجوا هنا، زوجته واولادي بيجوا هنا يزوروه ويقروا له الفاتحه، لان زي ما قلت لحضرتك هو 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 غايب جسدا بس، لكن هو عايش في وسطينا باخلاقه وبسيرته، بحكاوي اصحابه عنه، بمواقفه معانا، بمواقفه مع اصحابه. ما يعني هو بالنسبه لنا مش حد مات. استاذ حسنين، يعني اهم المواقف على ذكر المواقف اللي حضرتك قلتها، اهم مواقف اللي الشهيد رامي حسنين معاك.
هقول لحضرتك موقف بمناسبه سينا، يعني بمناسبه يوم الشهيد. قبل ما يستشهد بفتره قصيره كنت بقول له مش كفايه سينا كده؟ قال طب ما احنا نسيب سينا، مين هيدافعها؟ قبل استشهاده بحوالي اسبوع. يعني ده كان في اللقاء قبل ما يروح الكتيبه؟ قبل ما لا، ولا في التليفون؟ وهو في الكتيبه في التليفون، اجازه موجود. الاجازه اللي قبل استشهاده او اللي قبلها. ايوه بقول له مش كفايه سينا كده؟ قال لي طب ما نسيب سينا، مين اللي هيدافع عن سينا؟ ان شاء الله. يعني كان بيكلمك عن اللي بيحصل من المواقع والجساره الجنود والضباط المصريين. يعني هقول لك حاجه، رامي كان عنده فخر عظيم بالجيش المصري. رامي كان يعني بيعتبر ان هو قدوه لكل اللي بيتعامل معاه. رامي كان عنده الجيش المصري، ده حاجه عظيمه جدا. يعني الجيش المصري بالنسبه لرامي كان حاجه عظيمه عظيمه عظيمه. انا مش عايز اقول لك مواقف قبل ما يروح سينا وهو في قوات حفظ السلام في الكونغو، كان بتحصل معاه مواقف هناك كان لابد يثبت فيها للعالم وقوات حفظ السلام الدوليه كلها ان الجيش المصري يختلف عن اي جيش في العالم. ان الجيش المصري مميز عن اي جيش في العالم. يعني مواقف سواء مع رجالته في هناك او زمايله او مع مواقف مع القوات الاجنبيه اللي كانت موجوده حواليه. يمكن كان في موقف اتحكى لي عليه من احد صف الضباط اللي كانوا موجودين معاه، كان في كتيبه من نيكاراجوا. الكتيبه طبعا عارفين الجيش هناك زيهم زي الامريكان كده، الجيش مختلط من النساء والرجال يعني. فهو كان عامل ملعب كوره وكان عامل مسجد في الكونغو، فعايزين يلعبوا كوره في الملعب معاه. فجايين مخلطين يعني، جايين من الفريق فيه سيدات ورجال. فهو قال لهم لا، انا عقيده الجيش المصري وعقيده ديني بتقول ان ما العبش مع السيدات. لو عايزين تلعبوا كرجاله مع بعض احنا تحت امركم، او انتوا ضيوفنا في الملعب بتاعنا تلعبوا مع بعض مفيش مشكله. لكن فالصف الظابط بيقول يا فندم، بيضحك بهرج معاه، بيقول له يا فندم يعني بره يعني. قال له بره زي جوه، الجيش المصري ما بغيرش عقيدته من بره لجوه، جوه الجيش المصري بس. ينفع طيب ان احنا يتقال على الجيش المصري انه غير عقيدته خارج ارضه؟ فمن المواقف اللي كان بنضرب بقى قدوه ومثل في الحاجات دي، كان دايما يبص الروح ديت جوه رجالته. الجيش المصري جيش عظيم، الدوله المصريه دوله عظيمه، لازم تكون على قدر عظمه جيشك وعلى قدر عظمه بلدك. طبعا يعني نتذكر الشهيد رامي حسنين بالخير، جنازه كانت جنازه شعبيه بامتياز اكتر منها عسكريه. يعني كان يعني الالاف كانوا موجودين، انا حضرتها قبل كده. يعني طبعا يعني لحظه استشهاد يعني الشهيد رامي حسنين طبعا بالنسبه لك يعني لحظه مؤثره وما زلت تتذكرها حتى اللحظه. يعني مش عايز اقول لك انها من اصعب اللحظات وافخم واغلى اللحظات، يعني الاثنين شعور متناقض. شعور ان انت اخوك بطل وشهيد، وشعور انك فقدت اخوك. فكانت صعبه بجد، يعني لحظه صعبه جدا. انا اتذكر اليوم ده، كان يوم سبت 29/10، كان يوم سبت. انا كنت في المكتب، تليفونات بتتصل بيا، ناس كتير بتتصل بيا، انت كويس؟ انت فين؟ انا في الشغل. فخلاص، فانا بستغرب من كتر التليفونات اللي بتتصل يعني، بس ما حدش بيقول لي حاجه. لحد ما احدهم يعني جات له يعني تمالك نفسه وقال لي طب بص على النت، شكل رامي فيه اصابه. فكانت يعني كان يوم صعب، بقول لك رغم صعوبته. اللي انا في اليوم ده اتذكر ان انا وجهت رساله للارهابيين لمتطرف الفكر، بقول لهم انتوا، هكرر الكلمه تاني، بقول لهم انتوا بوصلتكم مختله، البوصله مختله، اتجاه البوصله المفروض يكون للشمال مش للجنوب. لكن يعني في كل الاحوال الناس كلها بتتذكر رامي بالخير، بتتذكر البطل. طبعا يعني تم تكريمه بشكل لائق واطلاق اسمه على يعني الشوارع والميادين بمحافظه البحيره، حتى يعني امامنا كوبري مشاب اسم رامي. انت مش عارف الكاميرا تجيبه او ما تجيبوش، لكن في كل الاحوال كان هناك تكريم لائق يستحقه يعني عن جداره. يعني هو بفضل الله يعني سواء على يعني من اعلى سلطه في البلد سياده الرئيس مكرم ولاده، دايما على تواصل مع الشهيد، زمايله، دفعه 90 حربيه، دفعه الرجاله، مصنع الرجاله ديت، دفعه 90 حربيه بصفه مستمره، مش عايز اقول لحضرتك شبه يومي، بتواصلوا افراد رجاله الدفعه 90 مع الاسره وبيطمنوا عليهم من اكتر من حد. ومن يعني بصراحه لا، احنا على تواصل دايما مع الرجاله كلها، كل يوم حد بيتصل يطمن.
مفيش مناسبه الا وفي زياره وفي تكريم لاولاده وفي في ذكر اسمه بالخير بكل الخير. شكرا لحضرتك استاذ رامي. استاذ حسنين معانا برضو، اتفضل. اتفضل معاك اخوك جلال ابو عمر، انا المسؤول عن المقابر هنا، وكان لي الشرف ان انا ندفن اخويا رامي الله يرحمه، لانه كان زميل تخت اخويا رامي، احنا متربين سوا واحنا اولاد حته واحده وزمايل تخت واحد، وكان لي الشرف ان انا بايدي نسلمه للمولى سبحانه وتعالى الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه حسين الله، كان عليه بوادر يعني ان شاء الله حسن ختام باذن الله. الحمد لله. انا شايف طبعا انت ده مسؤول عن المقابر هنا. أيوة. الناس كلها اللي بتيجي في المقابر عشان يعني يقروا الفاتحه للشهيد رام، دي حاجه يعني متهيألي مختلفه شويه يعني. والله هي زيارات عندنا هنا المفروض تبقى يوم الجمعه. بس يوم الجمعه من بعد العصر ابقى تعالى اتفرج على القبر هنا. زمايله اللي يعرفوه اللي ما يعرفوش ما شاء الله، رغم بعد السنوات يعني من 2000 من 2016 يعني بتاع 6 سنين اهو. بس ما شاء الله الناس هنا يعني كله كان محبوب، كان انسان متواضع ما كنتش تسمع حسه في الشارع، يعني تشوفه لما مؤاخذه زي الواحد في في في, في حيائه. الحياه اللي الناس يعني بتمسح من عند الناس كلها. رحم الله الشهيد، رحم الله الشهيد. معانا برضو احمد حمد البكساوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك، يعني توجه كلمه بمناسبه الاحتفال بيوم الشهيد وانت بتقرا الفاتحه للشهيد رامي حسنين. نسال الله العلي القدير ان يتقبل ويتقبل الشهيد رامي من الشهداء باذن الله، وربنا يرحمه ويرحم جميع شهدائنا وشهداء الوطن. انت حضرتك كنت يعني تعرف الشهيد رامي بشكل مباشر؟ الشهيد رامي كان في معرفه شخصيه بيني وبينه، جاري يعني في البيت، يعني كنت بعدي عليه في الرايحه وفي الجايه وهو في اجازاته. تمام، بتتعامل معاه يعني ما يحسسكش خالص بغرور ولا بالكلام ده كله، تتعامل معاه بني ادم طبيعي جدا، بشوش، تتكلم تضحك معاه تهزر معاه، برغم فرق السن اللي بينه وبينه تحسسك ان هو يعني ايه من سنك صاحبك. كان في تعامل متواضع طيب. يعني مع الاهالي ومع اهالي اسرته. كان من الناس المحترمين الله يرحمه ويتقبل من الشهداء باذن الله. شكرا لحضرتك. جايز الشبكه كانت قطعه معانا استاذ عصام، معلش استاذ عصام، كلمه توجهها لاسره الشهيد رامي حسنين او توجهها لايا كان يعني. حقيقه انا ابني هنا ابني مركز ومدينه تل بارود. الشهيد رامي حسنين توفى عام 2016، هو فخر لمحافظه البحيره بل مركز ومدينه تل بارود بل جمهوريه مصر العربيه بالكامل. وطبعا الشهيد رامي حسنين كان شخص متواضع جدا، كان يعشق الجيش المصري، يعشق بلده، يعشق يعني كلمة جيش دي كان دائما يقولها، وهو يعني في أول مرة أقولها دلوقتي. هو في أحد الأصدقاء المقربين لي قبل استشهاده بحاجات بسيطة جاله اتصال وقال له ادعي لي، طبعا دي أنا أول مرة أقولها، طبعا ما كانش حد يعرفها قبل كده سابقا. وقال له ادعي لي، قال له ادعي لك ليه؟ قال له أنا حاسس إن أنا هستشهد. فهم دلوقتي، وبرضه بشكر اللواء هشام أمنة، تم إطلاق كوبري مشاء تكلفته تقريبا ما يكون 23 مليون جنيه باسم الشهيد رامي حسنين. نشكر الدوله المصريه، وطبعا هم بيشكروا ابناء، يعني هو ابن ابناء تل بارود، كان شخص متواضع جدا، يتكلم مع اي حد، مع البسطاء، مع الكل، دايما ابناء محافظه البحيره. ودايما نشكر ونجعله ان شاء الله من الشهداء دايما، وهو بطل من ابطال الجيش المصري الله يرحمه. شكرا لحضرتك. ما زلنا في متابعة مستمرة مع أصدقاء وأحباب وأسرة الشهيد رامي حسنين من أمام مقبرته، كما ترون يعني مقبرة الشهيد رامي حسنين. نذكر المشاهدين ايضا ان الشهيد رامي حسنين ولد بمركز ايتاي البارود بمحافظه البحيره، ويعني كان متزوجا ولديه طفلتان نورسين ودارين. ايضا تخرج من الكليه الحربيه في عام 1996 وانضم الى سلاح المشاه، وتخصص او انتدب الى الصاعقه ضمن الدفعه 90. حصل على ماجستير العلوم العسكريه من كليه القاده والاركان، وتدرج في المناصب العسكريه حتى شغل منصب قائد لكتيبه صاعقه بعد عودته من العمل في قوات حفظ السلام بالكونغو. ايضا الشهيد رامي حسنين
عمل خلال فترة خدمته في الصاعقة، وتدرج في الوظائف وسافر في عدة بعثات خارجية شملت عدة دول منها انجلترا واوكرانيا وتونس، حصل خلالها على كافة فرق الصاعقة الاساسية، وبدأ العمل في سيناء عام 2015. ايضا لابد ان نذكر المشاهدين ان الشهيد رامي حسنين هو المعلم وقائد الكتيبة 103 صاعقة التي يعني كان احد تلاميذته النجباء الشهيد احمد المنسي الاسطورة، هو المعلم للمنسي. ايضا يعني هناك اعمال درامية مثل مسلسل الاختيار يعني رصد الشهيد او حياة الشهيد رامي حسنين في هذا المسلسل، يعني ابن مصر البار ابن محافظة البحيرة رحمة الله عليه. نحتفل اليوم بذكرى يوم الشهيد وذكرى خاصة بالشهيد رامي حسنين ابن محافظة البحيرة. شكرا لحضراتكم، كان معكم ناصر جودة من محافظة البحيرة.